اليوم اللي رحنا فيه الكنيسة دوت كان قبليه بيتر في كلية هندسة فبيروح الكلية. ميرينا كان عندها يوم روحي في كنيسة العذراء ومريمينا جنبينا هنا في مدينة نصر. فمامتها قالت لي طب أنا مش هقدر أروح معاك البطرسية، أنا هفضل مع فيرينا. أنا بحب أشوفهم كلهم معايا في الكنيسة، بحس إنه عن منها مسؤوليتي إن إحنا نروح كلنا سوا في الكنيسة وأبقى فرحان بيهم كده قدام. أنا في لحظة يعني أنا ساعة الحادثة ساعة الانفجار بالظبط أنا حسيت إن تقريبا إن مراتي راحت، وبدور على فيرينا أنا مش لاقيها مش شايفها. تيجي عشان تخرجي بره او تخشي جوه كأنك في منطقه اشلاء حرب. بدور على فيرينا انا مش لاقيها، فانا قلت هي طلعت بره. فاخر حاجه افتكرتها انها كانت قاعده جنب مامتها، لقيتها مكفيه على وشها فيرينا وعليها تراب من الانفجار. انا برفعها لقيتها بتقول الحقني يا بابا، فقلت لها ما تخافيش يا فيرينا ما تخافيش حبيبتي حاجه بسيطه. جيت اشيلها، انا كنت لابس التونيا ساعتها، الدم مع التونيا بيزحلقها مني خالص. بيكشفوا على مادلين قالوا لي لا مادلين راحت. فبيتر جالي بيقول لي يا بابا تعالى شوف فيرينا، يا ماما اخبارها ايه؟ قلت له بيتر ماما خلاص. ساعتها بالظبط لقيت فيرينا بتقول لي يا بابا انا مش لاقي نفسي. قلت لها معلش فيرينا ما تخافيش. هما سمعوا الكلمة دي خدوها على طول على الأشعة، ومن الأشعة خدوها على طول جري على العمليات. رجعت أنا المدلين في دكتورين تانيين كشفوا عليها قالوا لي لا خلاص. طب أقف مع مدلين ولا أروح لفيرينا؟ بقيت رايح جاي. بيتر كان واقف قدام أوضة العمليات، لقيتهم فتح باب العمليات بيقولوا وسع وسع ست كبيرة. بيقول اللي بيشدها على السرير عايز يوديها هناك في المشرحه بيقول له وريهاني، قال له لا مش وريها لك هناك، قال له لا وريهاني هنا. فكشفها لقاها فيرينا. انا ساعتها خدته في حضني قلت له خلاص يا بيتر احنا اطمنا عليها. اكتشفت ربنا حاجه تانية جديده خالص خالص، رقيق جدا 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 جدا، وعايز اقول لك يعني سميه جنتل جدا 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 جدا. أنا عشان أخش أنام لازم أصلي، فهقف قدام ربنا أقول له إيه؟ أنا يعني لا عارف أقف ولا عارف أقعد ولا عارف حاجة. بيني وبينك ببكي، يعني ببكي ممكن دموع نازلة بسيطة لكن جسمي كله بيرتعش. طب هقف أقول له إيه؟ يعني أنت جرحتيني، أنا جرحت بسببك هتعمل لي إيه؟ ما فكرتش كده صدقني. أنا قلت له بص يا رب أنا مش عارف أقول لك حاجة، أنا مش عارف أتكلم معاك، بس سامحني انا هقول لك ابانا الذي. بس في هذه اللحظه بالذات لحظه مش هنساها برضو، لقيت ربنا زي ما تقولي حضني وشني من على الارض شيل. مره كنت في الشغل وعمال ابكي بقول يا رب، يعني كتير قوي يقولوا لي انا شفت مادلين انا شفت فيرينا، يعني ممكن يا رب انا قابل وموافق وراضي كل حاجه، ممكن يا رب يعني أشوفهم زي بقية الناس. بيقول لي تكفيك نعمتي، تكفيك نعمتي يا رب، تكفيك نعمتي، حاضر ماشي، بس يعني تكفيك نعمتي ليه؟ يعني أنا مش فاهمها، يعني فاهمهاني يعني. قال لي طيب أنا خدت لك واحدة من عندك على يميني والتانية على شمالي، عايز مني حاجة تاني؟ قال لي عايز مني حاجة تاني؟ قلت له بصراحة يا رب أنا مش عايز. طب ربنا اختاره في الاخر واخده في مكان حلو، هقول له لا استنى ارجعها تاني تقعد تقاوم تاني وتحارب في الدنيا تاني؟ ما هي معادله صعبه، هما معلقتين سكر ومعلقتين مر والاتنين نخلطهم سوا وهنشربهم. عن تجربه من قبل ما اطلب هو بيلحقنا بحاجتنا اللي احنا عايزينها، بيكفيني وزياده يعلم الله، بيديني عارفة اللي هو التعزيات مش تعويضات، أنا مسميهاش تعويضات لأن مفيش حاجة هتعوض بنتي ومراتي، لكن عارفة اللي يقولك أنت معايا ما تخافش، هما معايا وأنا معايا، أنا مطمن إن هما معايا. أنا ما كنتش هعرف أحميهم زي ما هو بيحميهم مهما كانت قدرتي، أنا بستمتع إن هما معايا. لكن تتخيلي بقى في لحظة من اللحظات إني يا بختكم
يا ترى هكون معاكم؟ يا ترى هوصل زيكم؟ ما عرفش. ربنا لما بيقول لنا الحاجات دي كلها انا اجيبها لكم، ما تفكرش فيها. اطلبوا ملكوت الله وبره. هل احنا بنطلب ملكوت الله وبره وبنسكت؟ لا، احنا بنقول الطلبات بتاعتنا كلها اللي احنا عايزينها. ملكوت الله وبره بقى يعني ربنا سامحنا ومش عارف ايه وانت حبيبنا وانت ابونا؟ لا، اقعد مع ربنا وخلاص. يعني عارفه القعده مع ربنا في حد ذاتها هي دي المتعه. انا مستمتع انه جاملني لهذه الدرجه يعني بصراحه.